بعديها احنا كمان بالديناصور. حبك يا دكتور. تعالي يمكن عندك فكره تعالي نشوفها. هو في ديناصور. محمد محمود اصبر شوي، مش الديناصور كان لحقه يمكن واقف على الباب. استنى استنى شوي استنى. ايش رايك نمرق من هنا ولا من هنا؟ ايه؟ طب يلا يلا. محمد نعم. انتوا كيف لقيتوا سلاف وجوليا في طريقكم؟ كيف تلاقيتوا في بعض؟ والله كنا مروحين، احنا لقيناهم بخط على باب دارنا بشوفوا خالتي عنا ولا لا. لا لقيتهم، قلت لهم في ديناصور لهم اجوا معنا. انت اللي ماخذهم على الديناصور؟ طب ليش يا محمد؟ ديناصورات ضخمه منقرضه لها سنين، انت بترك تاخذهم على ديناصورات خطيره؟ دفع الشيخ الله يسامحه. يلا يلا خلينا اوديكم على دارك. يلا وصلت لباب الدار والحمد لله ما لقيناش ديناصورات. اسمع يا محمود، اسمع يا محمد. نعم. يعني مرة بتشوف أي حاجة خطيرة غريبة تمام، ما تروحش عليها، ممكن تأذيك، ممكن تعطلك، عرفت؟ ماشي. ليش بتودي على نفسك على مكان خطير؟ والديناصورات خطيرة، يعني لشوي وكان أكلك الديناصور. هيني وصلتك لباب دار أهلك، عدوا جوا وما تطلعوش من من باب الدار. سلم على اهلك ماشي. يلا سلام. الله يا الأولاد الصغار هدول، مش خايفين من ديناصور حجمه كبير؟ يا قوة القلب اللي عندهم ما شاء الله. ايش هذا؟ والله هذا ديناصور مفترس. يا رب ما يشوفني يا رب. طلع فوق الجد، طلع الكبوت يا ساتر. صاروا ثلاث ديناصورات.
راحوا هيك، راحوا خلاص. بدي اطلع، بدي راح اروح قبل ما يرجعوا. لا في شيء. والله شكله غريب هذا الديناصور، نفس اللي بقى يلحق فيه بس هذا لون تاني. والله هذا متوحش. كيف بدي اعدي الدار انا؟ لو بدي اخبط على الباب راح يسمع، يمكن يجيني. اخ لو وحده بس يا رب تفتح الشباك. كيف بدي اعدي الدار؟ كيف؟ شو بدي اسوي؟ شو بدك تعمل يا محمد؟ قاعد بجوهان عليا خايف يشوفني. فكر يا محمد فكر. يا رب يا رب تسلم يا محمد يا رب من الديناصورات يا رب. ادعوا يا بنات لبابا ربنا يسلمه يا رب. والله الديناصورات مليات الدنيا برا يا رب. يا رب منصرنا فيه يا رب يا رب يا رب. ادعي انا ادعي يا ماما. ماما يا رب ربنا يجيبه بالسلامة بابا. بروح على غرفتنا. روح يا ماما روح 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 يا رب. خليك انت خليك معي يا ماما. لا حبيبتي شطورة. سو 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 سو. نعم. تعال روح استني فوق السطح. وين استني فوق السطح؟ انت مجنونة يا جولي. امشي نعد على غرفتي. لا استني امانة امانة روح استني عندنا نشوف الديناصورات. انا جولي بخاف من الديناصورات انت عارفة يعني. ليش ولف؟ احنا طالعين على السطح. احنا بنكون اعلى من الديناصور. الديناصور بقدرش يطولنا. اه والله صح كلام. بس بخاف يا جوليا. لا يا سلام ما تخافيش. احنا بنكون اعلى من الديناصور لانه احنا طالعين على السطح. امشي. جوليا انا خايفة. من شو تخافي يا سلاح؟ من ديناصور يعني. من ايش يا جوليا؟ لا يا سلاح ما تخافيش احنا اعلى من الديناصور. احنا فوق في عالسطح. امشي 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 خافيش احنا فوق احنا اعلى منه. وينه؟ يلا فيش ديناصورات. هيا 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 فين؟ والله شفته. هيا هيا يا جوليا والله شفته. اه والله صغير محلاه محلاه يعني خايف يا جوليا. والله انا خايفة. امشي ننزل. ما تخافيش يا سلاف. هذا صغير بقدرش يعني يطولنا وياكلنا يا سلاف. بعدين انا مكيفة عليه صغير ولونه حلو كمان. انت مكيفة عليه ولونه حلو. طب انزلي العبي معه يا جوليا. والله لا ياكلك. تضحكي. انا عيني نازلة يا جوليا. بدكيش تنزلي تحرك. تعال يا سلام. تعال شوف ياكل الغنم. عن جد وينه؟ والله هيا وين؟ هيا ياكل الغنم. اه والله بصغر الغنم يا حرام اكلها.
هذا مفترس يا سلاف. يا جوليا مبين من شكله. والله مفترس. من ما حجر علينا؟ من هنا امشي نشوفه. من ما حجر حصله. بابا افتحوا لي الباب، افتحوا لي الباب بلا شوفوني. طب كيف بدنا نفتح لك؟ يمكن يشوفك يا بابا. يشوفني؟ انا عشان هيك مش قادر اروح غادة واخبط على الباب عشان ما يشوفنيش وما يسمعش الصوت. جوليا جت لي فكرة، هلقيتها إيه؟ انا بدي اجيب حبل واجيب اللعبة لعبة البقرة وبربط الحبل بلعبة البقرة وبلها الديناصور وجوليا تنزل تفتح الباب وانت بتعلم. يلا 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 يا جوليا بسرعة بسرعة بسرعة. شو تعربطها؟ بابا قاعد بستنى. انت لما تحكي لي تنيت وانا بروح. يلا 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 خلص معقول سلاف رمت له اللعبة؟ شكله التهى فيها؟ مال جوليا ما فتحتش الباب؟ بابا بابا جوليا بابا بابا والله كنت خايفة عليك كثير. الحمد لله على سلامتك يا بابا. يسلمك يا رب. ايش والله خفنا عليك كثير. ولانا صارت تجري لبابا وحضنته وبوسته وكلنا فرحنا عشانك انت جيت بالسلامه وهذا كان الحلم. الحمد لله على سلامتك. الحمد لله رب العالمين. الله يسلمك. عشان ناموا هم بفكروا في الديناصورات عشان سلامك. سبحان الله. انا خايف بكره انت تحلمي في الديناصورات ولا احلم انا. اصلا انا ولا لا انا. هيا بقى نخرف طيب.